والصمود الحقوق ستعود بالنضال والصمود الحقوق ستعود بالنضال والصمود الحقوق ستعود بالنضال والصمود الحقوق ستعود بالنضال والصمود. في حين كانوا كيتسناو هاد المستشارين القدامى الممارسين في الميدان بان المناطق الجاف اللي هي اكادير وزكان وشتوكه وكاين اللي عمر حتى داروا دانت خرج اليوم يستافدوا منها، ولكن كنتفاجئوا في الاخر ديال غشت خريجين جدد 33 تما الاكاديميه خرجت مناصب كتنتمي لهذ المناطق، خرجت تقريبا 17 منصب ما بين اكادير وزكان وشتوكه 6 على 6 على 3. اذا هذا كنشوفوه سلوك اللي هو غير ديمقراطي، فيه ظلم وفيه عدم الانصاف للممارسين، وهذا اللي هو غيكون ضرر كبير لا بالنسبه للاستقرار ديال 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 الممارسين لا بالنسبه للعامل النفسي ديالهم. وانا كنعرف كاين الناس كما عاودوا لي الرفاق ديالكم، كاين الناس خارج الجهه من افني، كاين الاستاذات من افني، كاين من شيشاوه، كاين من مناطق اخرى خارج الجهه اللي كيتسناو هذه الحركه، كيتسناو هذه المناطق فريق الصبر يستافدوا منهم. اذا هذا ظلم واضح، هذا خرق واضح من طرف الاكاديميه، واللي كنظن قليله الاكاديميات اللي مشاو في هذا المنوال، ماشي اكاديميات كثار اللي مشاو في هذا المنوال، حتى الاخرين ما فتحوش، ربما اللي مشاو في هذا المنوال ما فتحوش المناطق اللي هي مناطق الجذب اللي كاينه. اذا هذا كنشوفوه ظلم. ملي الجو الخريجين الجدد انا اتصلت بالاكاديميه وتنقول انا وما راه غيوصلوا من الفيديو، كنقول اتصلت بهم برئيس القسم اللي هو السي السهلي، اتصلت به بهذا الخصوص على اساس قلت ليه المناصب اللي غتحدد في اكادير وفي انزكان وفي الشوكي يبقاو الناس القدامى. قال لك انا غنطبق المذكره، قلت له اش كتقول هذه المذكره؟ معدل التأطير، ولكن راه دير راه كاين الناس قدام اللي خصهم يستافدوا منها من هذه المسائل. ونبهناه قلنا له اودي ما تمشيش في هذه الخطوه، هذه الخطوه راه مضره للناس القدامى اللي مارسين في الميدان. وكنتفاجئوا خرجوا التعيينات بالشكل اللي بغاو هما، اللي كيخرقوا فيها القانون تيخرقوا فيها هذا. اذا حنا في الجامعه الوطنيه للتعليم، انتم راه جزء منا، حنا جزء منكم، حنا معاكم، وحنا مع المطلب ديالكم اللي هو حركه استثنائيه، حركه استثنائيه مفتوحه ماشي غير على الناس ديال الجهه، مفتوحه حتى الناس ديال خارج الجهه اللي استافدوا من هذه المناصب هذو. بعد ذلك عاد يجي التعيين ديال الخريجين، لان خص دابا الانصاف. ولكن كتعرفوا انتم الاداره راه هي الاداره دائما كدير الظلم، ولكن كتصحوا بالضغط، وبالتالي هذه خطوه اولى نعتبرها خطوه انذار، هذه وقفه انذاريه باش نسمعوا صوتنا هاد الناس هادو. وانا هضرت البارح مع المنسق الوطني السي جامع على اساس قال لي مجموعه من المناطق بدات كتحرك، وجده ومجموعه من المناطق على اساس توحد هاد النضالات، توحد والمتضررين من شي جهه يهبطوا لهذيك الجهه يناضلوا. مثلا المتضررين مسوس ماسه كاع في المغرب يديروا شي نهار يتلاقاو هنا ويتم هذاك، وتكون المؤازره من خوتكم في المناطق اخرى، لان الشعار تنهزوا بالوحده والصمود بالنضال والصمود. راه خص اولا النضال التواجد ديالكم، وثانيا الصمود، لان كتعرفوا وقفه والنضال خص تبرمج واحد محطات نضاليه اخرى اللي يكون فيها ضغط، يكون فيها ضغط خوي. وثانيا الوحده، راه ما كاينش الوحده ديال المستشارين، راه ماشي بالضروره غير معين هو مسترح فكادير، خصو لا خصو يجي دعم خوته ويناوي ويضامن، راه ما كاينش التضامن، راه ما كاين والو. وبالتالي حنا معكم في اي خطوه غتخوضها مستقبلا، ونتمنوا الاكاديميه تسمع هذا الصوت هذا، ودارك على الاقل الانصاف ديال الناس، على الاقل الانصاف ديالهم من بين يضمن الكرامه ويضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي. وتحيه وشكرا. تحيه نضاليه جامعه الوطنيه، تحيه نضاليه جامعه الوطنيه، تحيه نضاليه جامعه الوطنيه، تحية نضالية جميع الوطنية، تحية نضالية جميع الوطنية. حتى الناس ديال خارج الجهة اللي استافدوا من هذه المناصب هادو، بعد ذلك عاد يجي التعيين ديال الخريجين، لأن خص دابا الإنصاف. ولكن كتعرفوا أنتم الإدارة راه هي الإدارة دائما كدير الظلم، ولكن كتصحوا بالضغط. وبالتالي هذه خطوة أولى نعتبرها خطوة إنذار، هذه وقفة إنذارية باش نسمعوا صوتنا لهاد الناس هادو. وانا هضرت البارح مع المنسق الوطني السي جامع على اساس قال لي مجموعه من المناطق بدات كتحرك، وجده ومجموعه من المناطق على اساس توحد هذه النضالات، توحد والمتضررين من شي جهه يهبطوا لهذيك الجهه يناضلوا. مثلا المتضرر مسوس ماسه كاع في المغرب يديروا شي نهار يتلاقاو هنا ويتم هذاك، وتكون المؤازره من خوتكم في المناطق الاخرى، لان الشعار تنهزوا بالوحده والصمود
بالنضال والصمود راه خص اولا النضال التواجد ديالكم وثانيا الصمود لان كتعرفوا وقفه والنضال خص يخدم شي واحد محطات نضاليه اخرى اللي يكون فيها ضغط يكون فيها ضغط قوي وثانيا الوحده راه ما كاينش الوحده ديال المستشارين راه ماشي بالضروره غير معين هو مسارح فقادي خصو لا خصو يجي دعم قوته ويضامن راه ما كاينش تضامن راه ما كاين والو وبالتالي حنا معكم في اي خطوه غتاخذوها مستقبلا ونتمنوا الاكاديميه تسمع هذا الصوت هذا وتشارك على الاقل انصاف ديال الناس على الاقل انصاف ديالهم من بين ضمن الكرامه وضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحيه وشكرا. تحيه نضالية جميع الوطنيه تحيه والمدير فيق وعيق لا تمايز لا تفريق والمدير فيق وعيق لا تمايز لا تفريق والمدير فيق وعيق والمدير فيق وعيق للتعليم التوجه الديمقراطي كنحييو المناضلات والمناضلين المستشارين التوجيه التخطيط على هذه الوقفه الانذاريه اللي داير اليوم تكون هذه الوقفه اللي كنا عارفين كتجي في واحد الاطار ديال الخط ديال الظلم اللي مارسته اداره الاكاديميه على مستشار التوجيه في الجهه وخارج الجهه ديال الاكادير ديال الجهه سوس مسا بحيث كاينين داس الحركه الانتقاليه المناصب المعلنه